اليوم فزتوا الحمد لله زين، وصار الفارق هسه مؤقتا نقطة ان شاء الله. بعد اكو امل بالدوري لو لا؟ ان شاء الله اكو امل، اكو امل كلش قوي، كلش قوي والله. والله الدوري جوي. هاي جاوبك بعد والله. انا ناظر زياره للامام الكاظم مشي، فات ياخذون دوري جوي. الله شاهد، ناظر من البيت والله، من البيت مشي الى ناخذ دوري والله. ان شاء الله اليوم راح يخسر الشرطه وخذها من عندي. اليوم الشرطه يخسر 1-0. ان شاء الله اليوم خساره، ان شاء الله نتيجه 1-0 خسرانين الشرطه ان شاء الله. ان شاء الله يبكي. هذا اصغر اصغر جو بالعراق. اصغر انت اصغر جوي احكي. ان شاء الله ان شاء الله الشرطه يخسر خساره تعادل فوز له. هسه ما رايد احنا شيء صعب، خساره تعادل فوز راح اتوقع اليوم يخسر الشرطه. لا انا اتوقعها تعادل، منطق تعادل، بس ان شاء الله وراها ويحدوا التعادل الاخ وما نبط ميس. ان شاء الله بنبط ميسان هم ياكلها. ان شاء الله ناخذ الدوري. عم متفائلين انتم؟ متفائلين ان شاء الله. الجوي يستقر الجوي للتراس المجانين. ان شاء الله 1-0 يخسر الشرطه. علي وياكم الجيش العمي. مؤمن سليمان رجع للفريق، رجع محمد قاسم. شفنا النتيجه اليوم 2 وتوفقنا، الله وفقنا. ان شاء الله اليوم الشرطه متعادل وخسران، انا متاكد ان هي تعادل اللعبه. ان شاء الله دوري، بس ان شاء الله ان شاء الله. صاحبك كنا ما مقتنع بالكلام. لا مقتنع. لا دوري جوي مقتنع. الدوري هنا وين الدوري؟ تعالوا لنا السياره. انت مقتنع بهالحكي لو لا؟ وما ما فهمت الحكي مالك. يقولون الدوري للجويه ان شاء الله رسمي. حبيبي كابتن شلونك؟ ذاتي شلون صحتك؟ شو تقول؟ الدوري ان شاء الله، ان شاء الله المنافسه موجوده. من تتوقع ياخذ الدوري؟ والله ما اقول لك الشرطه، لان الشرطه لعباتهم قويه، واحنا ما اقول لك لعباتنا سهله، بس التوفيق من الله. شكرا جزيلا غاتي. اي انت شو تتوقع اليوم؟ اذا كهرباء فاز، اذا دوري رسمي ان شاء الله. تعال دوري رسمي. بس تعال 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 بس تعال ليه بس رسمي. هاي دوري رسمي. اذا الكهرباء فاز الدوري الرسمي للجويه. للجويه تبقى فرق نقطه. ليش متفائلين؟ اي متفائلين. اللي هاي هذا ملعب عكس للجويه هذا. والله اصعب ملعب شفته بتاريخه هو هذا للجويه. موسمين 3 راحن من الجويه من هذا الملعب.